ولنقاش الملف السوري على الصعيدين الإنساني والعسكري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس هيئة الإنقاذ السورية دكتور أسامة الملوحي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. حياكم الله دكتور. أبدأ معك من الشأن الإنساني، وبرأيكم كيف يفسر إصرار النظام ومعه موسكو على إدخال المساعدات الإنسانية والسيطرة عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وتكرر مرارا كان التوافق منظمات تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، كان هناك ميثاق غربي يعني مفاجئ في هذا الشأن. وجدنا بعض الحكومات الأوروبية يعني تشترط، أو في الحقيقة على الأرض عندما النظام يسيطر على منطقة، وجدنا إلى الإمداد بالمساعدات الإنسانية بعد سيطرة النظام. والكل يعلم في سوريا بأن المساعدات يستهلكها النظام لمرتزقته ولجيشه ولكل يعني أدواته الإجرامية. على كل الأحوال يعني هناك عملية سرقة، هناك عملية الأمم المتحدة، ولذلك النظام عندما يصر هناك أداة صاغية موجودة عند البعض داخل أروقة الأمم المتحدة وداخل بعض المنظمات وداخل بعض الإدارات الأوروبية وحتى يعني غير ذلك. على كل الأحوال فطبعا بلا شك يعني النظام يجر إلى درجة أنه يمكن أن يصنف هو أبشع نظام معادي للإنسانية منذ بدء كتابة التاريخ، وبالتالي هو لا يهمه. يعني نحن بلغ عدد شهدائنا أكثر من مليون، تخيلوا، خلال 10 سنوات. فلذلك ليس بغريب على هذا النظام أن يفعل وأن يزيد في إجرامه يعني فوق ما فعل خلال 10 سنوات. في هذا السياق وانطلاقا من الإصرار على السيطرة على هذه المساعدات الإنسانية، كيف يفسر إذن دفاعه عن استهداف المناطق الحيوية في دمشق وحمص من قبل القصف الصهيوني وهذه الضربات التي تزايدت في الفترة الأخيرة؟ نحن مرارا قلنا يجب أن نفهم الأمور بعدة ألوان. يعني هناك في الدولة العميقة داخل الكيان الصهيوني هناك قرار استراتيجي أن لا يكون هناك أسلحة استراتيجية في محيط هذا الكيان، إن كان في مناطق جنوب دمشق أو قريبة على الكنيطرة أو مناطق حتى في جنوب لبنان. هو لا يريد هذه الأسلحة أن تكون موجودة، وبالتالي يستهدفها بدون الرجوع حتى لرئاسة الوزراء الصهيونية الإسرائيلية. هذا قرار دولة عميقة ينفذ باستمرار، هم لا يعلمون أين سيكون مآل هذه الأسلحة الثقيلة أو الصواريخ بعيدة المدى أو كل أنواع الأسلحة المتطورة بعيدة المدى. كيف تنعكس هذه الضربات على قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران التي تقاتل إلى جانبه؟ يعني بلاك استغلال بلا شك، يعني قضية شعار المقاومة وشعار الممانعة يستغلون هذه الضربات الإسرائيلية التي لا تستهدف النظام ولا حتى الميليشيات، هي تستهدف استراتيجياً الأسلحة التي يمكن أن تنقل أو أن تكون موجودة في محيط الكيان الصهيوني. في كل الأحوال النظام يحسن ويبرع باستخدام الدعاية ويستغل وجود هذه الضربات ليقول للعالم بأنه فعلاً معادي لإسرائيل، وهو ليس بكيان معادي لإسرائيل باعتراف مسؤولين كبار صهاينة في الأسابيع الماضية حين يعني رتب مسرحية الانتخابات. كان يعني هناك ترحيل حتى معلن من الكيان الصهيوني بنتيجة هذه الانتخابات المفبركة. إلى أي مدى ترتبط هذه الضربات الاحتلال بتحشيد النظام على حدود إدلب، والتي يرى مراقبون أنها رسالة لبايدن وكذلك للمجتمع الدولي؟ يعني هذا الأمر أصبح إقليمي بما يعني إرادة روسية. طبعا الإرادة الإيرانية هنا ليست هي الأولى، يعني ليست هي في الصف الأول، وإنما هي من الباطن هي إرادة موجودة. لكن الإرادة الروسية، علينا أن نبحث عن الإرادة الروسية، عن أمر آخر يعني نأسف، هو الروسي الإيراني التركي الذي فيه تركيا أمام ذئبين، إيران وروسيا. فهي يعني تحاول أن تدفع الأذى عن المناطق المحررة ما استطاعت إلى ذلك. ولا أظن أن النظام
بلا شك، يعني هو ذنب بس هو ميليشيات، وهي ذنب اليوم تحت أمرة عسكرية وربما حتى سياسية روسية. فإذا لم تكن هناك موافقة روسية فلن يكون التحشيد إلا نوع من الاستعراض والأمور لا يعني شيء وراء لا شيء. شكرا جزيلا لك رئيس هيئة الإنقاذ السورية دكتور أسامة الملوحي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.